سوبر كلاب، تجربة تناول طعام فريدة ومميزة تنتشر بشكل كبير. فكرة السوبر كلاب هي أن الشيف يستضيف الزبائن في منزله أو في منزلهم، وفي مواقع خارج المطاعم ممكن أيضاً لتقديم وجبات لمجموعات صغيرة من الضيوف. هذا المفهوم مختلف تماماً، فنحن اعتدنا زيارة المطاعم وليس منازل الطغاة، ويمكن هذا ما يجعلها أو يجعلها تجربة استثنائية. بالفعل، لأن هذه التجربة تحول الأمسيات العادية لتجربة فريدة من مغامرات الطهي والمزج بين النكهات وبين الثقافات المختلفة للمدعوين.